ورجعنا ليكم بعد الفاصل، لسه مكملين معاكم فقرتنا النهارده ومعانا مفاجاه، هي ملك الجمال بريطانيا 2014-2015 وكمان هي سفيره النوايا الحسنه وكمان هي بطله فيلم مع مصطفى شعبان جوز هندي، معانا النهارده ومعاكم واللي منورانا النهارده ضيفتنا سار ارشر. مساء الخير. هاي سارة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ نورتينا حبيبتي بنورك. سارة، عشان ناس كتير مش عارفه الموضوع ده، سارة من اصول عراقيه، مامتها عراقيه باباها انجليزي، فعشان كده انت واخده من الاثنين شويه، من الجزء العربي ومن الجزء الغربي. دي حاجه كتير حلوه عشان بعرف الحاجات الانجليزيه والعادات والتقاليد، وبرضه بعرف العادات والتقاليد العربيه. انت بتتكلمي عربي احسن احسن مننا يعني؟ لا مش احسن منكم، اتعلمت منكم. اول عشرة مع المصريين كده. ايه رايك في المصريين بقى؟ قولي لي ايه رايك فيهم وبيتكلموا ازاي وبيتعاملوا معاك ازاي؟ عايزك تقولي لي الموضوع. يعني انا بقالي اجي مصر كتير، بقالي 10 سنين ورايي لسه ما اتغيرش. انا بحب المصريين واحب عشرتهم، وانا مش الوحيده، احنا العرب كلنا بنحب نجي مصر وننبسط الدنيا. بجد ام الدنيا، ويعني دي الحاجه على طول عايزه ااكد عليها، سبيشلي انا بريطانيه وفي ممنوع تسافروا لمصر، ممنوع كده، احنا كبريطاني يقولولنا، بس انا مع يعني انا كده هنا هو، وانا مبسوطه في مصر وكلها امان، ومش عشان حاجة وحشة تحصل في بلد راح نزلنا عليها ونقول الحاجة دي وحشة. نعمل سبوت عليها. يعني أكيد في حاجات كتير وحشة تحصل في أمريكا، مثلا حد يخش في المدارس مع البندقية ويأكل الناس، فما ينفعش يعني نركز الحاجات، هم ما يركزوش على الحاجات الوحشه بتاعهم، فما يجوش يرخموا علينا زي ما تقولوا. بتاعتهم. بالنسبه لي انا بهدلك اغنيه بونبونيه ملبسيه عشان لايقه عليها حبيبتي. انا عايزه اقول لك، بس انت احكي لي، اتعلمتي العربي فين بالظبط؟ مين علمهولك؟ وكلت ايه من الاكل المصري؟ يعني دي مهم. بس عشان لسه كانت بتقول لي بره اكلت فسيخ ورنجه، قلت لها اكلت فسيخ ورنجه، قالت لي اكلت فسيخ ما تسممتش؟ قلت لها لا، الفسيخ هنا 100 100. لا انا لسه ما عنديش الجرأة انه اجرب الفسيخ، بس جربت الرنجه وعجبتني. عجبتك؟ حلوه. طب الملوخيه والمحشي واللازم؟ بصي، انا عامله كومبيتيشن في مصر، مين احلى يعمل احلى ملوخيه. يا حبيبتي، كل اصدقائي والناس اللي يشتغلوا معايا كل مره بروح ازورهم في البيت بتاعهم هم وعوائلهم، وكل مره يعملوا لي ملوخيه. رحت بتاع 10 بيوت. طب ايه احلى بيت على الهوا كده؟ قولي بصراحه. لا مش هقول لكم دلوقتي. في النهايه لا، في السنه راح اجرب كل الملوخيه بتاعتي. وشهر رمضان كمان جاي، انت هتكوني متواجده هنا في مصر ولا انت مسافره؟ متروقه زي ما تقولوا. متروقه يعني ولا متروشه؟ متروشه، لا يعني اللي هو يعني متظبطه هنا. متظبطه. كنت هتوديني في مكان تاني دلوقتي. خلاص مش هتكلم. طب قولي لي يا ساره، برضو تعرفي اغاني المهرجانات؟ بتسمعي المهرجانات؟ هي دي بتاع ما فيش صاحب بيتصاحب. يا ايوه. ده انت مصريه بقى. انا مش مصريه اكتر منك. ايوه بقى، اماني بقى. بصوا، الميك اب والشعر يعني بيسمعوني الاغاني دي، فبسمعها على طول. تمام، يعني في مهرجانات وكله شغال. كله شغال. المصري الحلو فيه، اذا عايزه ترقصي تسمعي حاجه يرقصك، اذا عايزه تحبي تسمعي حاجه بتحبي، عمرو دياب ولا شيرين ولا حماقي، يعني كل حاجه في اي عايزه تحسي اي احساس هي موجوده في مصر. طب ساره، خليني اتكلم معاكي، انت سفيره النوايا الحسنه في بريطانيا، وعايزه اعرف دورك ايه هناك؟ ايه الدور اللي انت بتعمليه؟ ايه الخير اللي انت بتعمليه هناك؟ وايه دور ساره ارشر هناك ان هي تكون سفيرة النوايا الحسنة وهي تكون ملكة جمال بريطانيا في سنة 2014-2015 وتكون بتنقل للعالم كله ايه؟ عايزك تقولي. انتوا عارفين عشان انا طوني منصب السفيرة النوايا الحسنة، هي حاجة كتير صعبة، لان لازم بتروحون تشوفون ناس يعني بيعيشوا حياة مأساوية، وقد إيه ما أنا بعمل حاجات شخصية وخير وتشاريتيز برضو تصير صعبة.
فهناك في انجلند انا عندي عده حاجات بعملها، بنساعد الايتام، بنساعد ذا بريتش هارت فاونديشن فور ذا هارت للقلب يعني بتاع الاطفال، بنساعد الناس الكبار. الله يرحمها جدتي ماتت السنه دي السنه اللي فاتت، فساعد الناس الكبار حاجه يعني انت حاسه بالمعاناه اللي هي عانتها فبتحاولي تعوضي للناس زي ما تقولي. بس الحمد لله هي مش عانت في أي حاجة، بس كانت على طول تحب الحياة وتحب تخرج. الله. وإحنا هناك بنخرجهم ونفسحهم ونعمل شوبينج بتاعهم. جدتك علمتك إيه؟ جدتي بص كانت أهم شخص في حياتي. ويعني لما راحت الله يرحمها علمتني على طول تصير يعني تحبين الخير للاشخاص الثانيه. طيب عايزه اكلمك ساره عن دورك بقى في فيلم مع مصطفى شعبان، وعايزه اتكلم عن الكواليس الفيلم جوز هندي، وعايزه اكلمك اكتر عن دورك انت قدرتي ان انت تعملي ايه في التجربه بتاعتك ان انت تمثلي وان انت تشوفي الاجواء وتشوفي التمثيل وتشوفي بقى صحفيين والناس كلها وهم ملتفين حواليكي. عايز اعرف ان انت اول تجربه ليكي وان انت بعد ما خلصتي كنت ملك الجمال من 2014 2015 وبعد كده خدتي التجربه دي، هل انت شايفه ساره فين؟ هل انت مكمله في الفن وشايفه نفسك فعلا ان انت قادره ان انت تصنعي حاجه، ولا ساره ناويه على ايه الفتره اللي جايه؟ انا بحب المجال ده كتير وبحب التمثيل، وانا كنت امثل وانا صغيره بس سبتها عشان دراستي. وبعدين احنا هناك في لندن عادي يعني بتعمل عده حاجات يعني أوكي. تسيب حاجه وبعدين ترجع لها، فكملت الحاجه المهمه اللي في حياتي. عندكم سهل ان انتوا تعملوا شيفت كارير او تعملوا يوتيرن يعني مالتي تاسك يعني ممكن الممثله تبقى برايم مينستر عندنا الحريه دي ما فيهاش يعني restrictions to what you can do. ما فيش قيود ان انت ممكن تبقي رئيسة وزراء وممثلة عادي. بالظبط وفي كتير عملوها يعني. يعني انتوا عادي ممكن يكون واحد حاصل على منصب الفلان الفلاني وقادر ان هو بيشوف هواياته برضه في نفس الوقت. طبعا وتجربتي مع مصطفى كانت تجربة كويسة لان مصطفى كتير انسان مزوق وعلمني كتير وهو he's very professional ويعني كان صديق لي، فيعني كان الصداقة همينة موجودة. وهنا التصوير يختلف شوية على إنجلند ويعني ساعدني انه ادخل في المجال ده في طريقة كويسة. مين رشحك للدور؟ يعني مصطفى شعبان عشان انتوا كنتوا اصدقاء ولا حد من المخرجين؟ لا مصطفى شعبان انا زي ما قلت قلت له رغبتي انه انا بحب امثل فرشحني للدور بعد عده اختبارات عشان هو ما فيش واسطه كده اذا انت ما تعرفيش تمثلي ما تعرفيش يعني عشان هو خايف مع الشعب المصري بالظبط. لا بس انا متاكده الشعب المصري هيحبك يعني هو احنا حبيناكي شكرا حبيبتي. فبعد عده اختبارات الحمد لله صارت واخذت الدور البطوله فالحمد لله. الاختبارات بقى كان شكلها ساره كان عامل ازاي؟ كان ايه بيجيبوا لك مثلا سكريبت ويقول لك حاولي يا ساره ان انت تقري، بالذات ان انت عندك اللغه العربيه كانت شويه مكسره فاكيد حصل بعض النوشات وبعض الكواليس. في مدرسين وكده فاكر كنت بقرا بره كان بيساعدني بالقرايه قلت لها بره في ورك شوبس قلت لها بره لينا على فكره قلت لها بصي قلت لها بصي يا ساره امسكي كده السكريبت وقري كده راحت وهي بتقرا قلت لها بس هاتي السكريبت بس عارف كويس. طب انت بتعرفي تتكلمي اكتر ما بتقري اللغه العربيه يعني الكلام اسهل. في مدرسين علموني السيناريو، الدايركتور سيف اليوسف كان كويس قوي، مصطفى راجع معايا، فالناس كلها كانت تجربه كويسه والمدرسين كويسين برضو. وانا في لندن الاختبارات كنه انا بقرا السيناريو وعيده ونمثل الدور ويعني زي الكاستنج العادي. حتى انجلينا جولي لازم تعمل كاستنج. انت عارفه ان انت شبهها وكنت لسه راح اقول لك بقى. انت عارفه اول ما شفتها يا عامر قلت لها انت نسخه من انجلينا جولي. انت عارفه ان انت انجلينا جولي وبالذات ان انت بعض الانترفيوهات اللي عملتيها هنا في مصر كل الناس كانت بتقول لك انت ايه حكايتك مع انجلينا جولي؟ يا شكرا يعني هي كتير ست حلوه ف وبتعمل خير وجميله الناس كلها بتحبها فعلا. يلا ان شاء الله تحبوني. لا اكيد اللي حبيناكي من غير حاجه. بس انا عايزاكي تحكي لي اكتر عن مسابقه ملكه جمال بتاعت بريطانيا. يعني قبليها كنت يعني بتدرسي ايه وبعد كده ازاي قدمتي في المسابقه؟ مين شجعك؟ مين دعمك انك تدخليها؟
وانا صغيره احنا كلنا زي ما نقول نشوف ملكات الجمال، ودي حاجه نشوفها يعني ممكن تكون سهله، وبس لازم البنت تكون حلوه. بس انا مش احلى بنت، في احلى واطول، وبرضو يعني الكومبيتيشن صعب جدا. ثقافه مهمه قوي. اول ما في 2008 رشحت نفسي اول 8 يعني اتقدمت المس انجلند. اوكي. وبعدين ما كسبتش، بس عشان ما كسبتش مش كانت نهايه العالم. لا كويس. بالعكس، كان عندك حماس وكان عندك اصرار ان انت تقدمي تاني وتالت يعني. كويس. وقدمت تاني وانا كبرت وفهمت الدنيا. ليهم سن معين يا سارة؟ نعم. ليهم سن معين؟ ليهم سن معين، من 17 ال 27 ولا 26؟ حوالي 26 25 سنة. It depends. Miss Universe عندهم حاجة and Miss World has a different category. Okay. So it depends. فيعني كانت كتير حلوة، بس برضو الطريق كان صعب. المنافسة صعبة قوي. المنافسة صعب، وكل البنات كويسين، وكل البنات عندهم أعمال خيرية مختلفة، الحد اللي تعمل في الانفايرمنت البيئة، الحد اللي يعمل في هيومانيتاريان، الحد اللي بنى كوبري البلد، يعني في حاجات فظيعة طبعا. والتجربة في ميامي كانت أحلى عشان تشوفي الناس من البلدان التانية معاكي، كانت تجربة حلوة وصعبة والحمد لله. فعلا عايزة أقوله للناس إن ملكة الجمال مش مجرد واحدة حلوة وخلاص، لا، دي واحدة بتفيد بلدها بعد كده، يعني بتبني زي ما قلت ثقافة كمان. يعني ثقافة مهمة جدا. بس أنت عايزة أعرف أنت عملت إيه في الأول؟ أنت في الأول خسرتي، بعد كده كان عندك إصرار واشتركتي تاني وكسبتي. بالظبط. إيه بقى اللي عملتيه فرق عشان تكسبي؟ أنا كنت صغيرة، كنت 17 سنة. فممكن الفرق السن، في مثل بيقول الأكبر منك في يوم أكبر منك في سنة، يعرف أنا بسنة. فيعني خبرة. اتعلم بالضبط. قلتيها في كلمة واحدة، خبرة. طب سارة، احنا كنا قبل ما تخشي معانا هنا وتنورينا في الفقرة، كنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا، وكنا بنتكلم عن الأخبار الكاذبة أو الإشاعات على السوشيال ميديا. اتقال على السوشيال ميديا ان انت ما بينك وما بين مصطفى شعبان ان انتوا بتحبيه جدا 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 وبتعشقي مصطفى شعبان، هل فعلا الكلام ده هو صح ولا كانت جوسب، كانت اشاعات وكانت كذب وما فعلا مش صح؟ هو كان الموضوع بينك وما بينه مثلا هو كان ارتباط عمل وخلاص وشكرا؟ الكلام ده صح عشان انا بحب مصطفى شعبان، بس في حب لحبيبك، في حب لاخوك. مصطفى شعبان مثل اخوي، احبه جدا ويعني ولايتي له. الله. طيب، وفي حاجه كمان برضو كانت بتقال ان انت في دار الاوبرا المصريه دلوقتي بتتمرني على الغنى وبتحاول ان انت في فتره. مين قال لكم؟ الكواليس بقى. الكواليس بقى. يعني لما تكوني قاعده مع مذيع لازم يكون عارف ليه مصادره، بتجيب له الاخبار. بس ده اكسكلوسيف ليا. صح. فيري اكسكلوسيف. انا ما اعرفش انت عارف ازاي. بس تسمعينا حاجه بما انك بقى بتتمرني. بس هو فعلا الخبر صح ان انت في دار الاوبرا المصريه؟ مع محمد حلمي، هو بيمرني، شاب كويس ولذيذ. طب يلا بينا بقى. ايه في العربي؟ لا، في الانجليزي. يلا بينا. I wasn't ready for this. لا معلش، حاجة كده بسيطة. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. الله. لا لازم تسمعي. حلو قوي ما شاء الله. طب بتتمرني بقالك قد ايه يا سارة؟ في الانجليزي بتمرن شويه. انت في يعني كنت في انجلند برضه بتتمرني؟ بيكوز التمارين تختلف. بس في العربي مش كتير، لسه بديت في العربي. عاوز اشوف اذا في قابليه، اذا في اوكي، اذا ما فيش خلاص هم يعرفوا احسن مني. لا هو في قابليه ان شاء الله. لا هو في قابليه اكيد. لو انت ما غنيتيش مني غني. شكرا حبيبي. ساره، انا كنت برضه عايزه اقول لك ان العصفوره قالت لي زي ما انت بتغني انت جايه تعملي حمله تبرع بالدم في مصر.
ايوه تمام. العصفوره دي حلوه. لا احنا بصي احنا عصافيرنا كتير. انا عصفوره اسمها ندى يعني. اوكي. لا ده حبيبتي. فعايزاكي تحكي لي اكتر عن الحمله عباره عن ايه، واشمعنى اخترتي مصر بالذات انك تنزلي وتعملي فيها الحمله؟ قبل ما اقول لك على الحمله، عايزه اشكركم عشان جبتوني على البرنامج ده، وانا اكون مبسوطه كتير لما اشوف شباب زيكم وزي ندى يعملوا حاجات ويعلموا الشباب في كل مجالات. كل المجالات يعني في الدنيا، وانا مبسوطه فيكم قوي. تاني حاجه بتاع الدم، دي حاجه مهمه وحاجه بسيطه احنا ممكن نقدمها لاطفالنا ولا للناس الكبار ولا الناس المحتاجين. الناس المحتاج هي يعني لما تعطي حاجه منك زي دي، صحيح ممكن تكون بتخاف ولا تقول دمي مش ينفع، بس هي العكس. لما تتبرع على الدم حتى اذا تدخن عادي، بالعكس تصير احسن ليك، دمك مش حيكون يعني اي دم ينفع، وبنك الدم المصري راح تعمل لك حاجه بسيطه يعني ما فيش تسكه صغننه بالضبط. عشان تعرف انت عندك الايون ليفلز انف ولا لا. فدي تبرع الدم حاجة يعني مهمة جدا. أكيد. واختارت مصر لأن أنا أحب مصر ومصر أم الدنيا ومصر بتحبك. شكرا. طب سارة، مين في حد معاكي من المعاونين بيكون معاكي عشان الموضوع ده؟ محتاج إن أنت تكوني نازلة شارع بترشدي الناس، بتقول لهم إن أنتوا تروحوا تتبرعوا بالدم، الكلام ده كله، هل فعلا في ناس معاكي وبيكون كرو؟ ايوه انا لسه باديه حمله الدم دي، وراح اتبرع ان شاء الله كمان كام يوم. واحنا معاكي على فكره، هنيجي ونتبرع في يوترن هنا، شباب يوترن كله هيجي معاكي. بليز والناس اللي تتابعكم بليز تعالوا تبرعوا. هو اي حاجه فيها خير طبعا مش هنتاخر يعني، عشان بتخدمي بلدك. بليز مش بس بلدك، احنا كلنا الشباب لازم نتعاون مع بعض نبني مستقبل كويس، عشان الكبار دلوقتي هم busy with politics. فاحنا لازم نبني نفسنا. فروتري هي روتري هليوبوليس النزهة، بتعاون مع مصطفى فاروق. راح نعمل حملة كبيرة مع بنك الدم إن شاء الله. مصطفى مين يا فندم؟ مصطفى فاروق. شفتي فاروق دي؟ ويعني راح نعمل إن شاء الله حملة كبيرة مع نادي الأهلي. أوكي. طبعاً نادي الأهلي طبعاً شرف. ما ننساش الزمالك، هم كل الرياضيين الرياضيين يعني. تحبي الزمالك؟ بحبهم كلهم، الاهلي والزمالك. لازم نبقى دبلوماتيك. طيب. سارة انا بشكرك جدا 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 انك نورتيني النهارده في برنامج يوترن انا ولينا، وكنتي بصراحه كنت معانا في فقره حلوه جدا جدا، واحنا معاكي في التبرع بالدم. لكن احنا مش هننهي الحلقه، وما ينفعش ان انت تكوني معايا ومش انت اللي تكوني بتنهي الحلقه. ده اوردر ليكي، ده اوردر ليكي من المخرج. بصي على فكره علميني علموني. بصي انت كاميرتك دي. اوكي. خلاص؟ اوكي. بالراحة سهلة. وانت بالراحة جدا هتقولوا استمتعت ان انا كنت معاكم في اللقاء النهارده، ودي كانت حلقتنا النهارده من برنامج يوترن يوم الاربع. استنونا الاربع اللي جاي في حلقة مهمة جدا. حلوة جدا؟ واحدة واحدة. ممكن باي باي. ثلاثة أربعة. بس أقول لك على حاجة. انجلش؟ استنونا يوم الاربع. أقول لك انجلش؟ يلا انجلش يلا. عايز لايك بقى. Thank you for tuning in to U10. I've had so much fun meeting you all. And see you next week. Yeah. Bye bye. Bye.
I've been thinking about how long it should cool.